مشاهدينا باسمكم باسم فريق عمل صباح الخير يا كويت، نرحب بالدكتورة أمل زكريا الأنصاري، عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا وعضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل، وراح نتعرف على كيفية التخلص من التدخين ودفع آثاره السلبية على الجسم. صباح الورد، صباح الخير. أهلا ورود وأهلا بالمشاهدين، حياكم الله. حياك الله. طبعا المعترف عليه أن المدخنين بشكل عام يصعب عليهم ترك يعني التدخين بسهولة، ومرات أصلا ما يقدرون يعني خلاص إلى يعني طول مدى الحياة تعبنا منهم وتعبنا، يعني هذا يعتمد على قرارهم. ونتكلم عن مضار التدخين، شلون يتخلصون من التدخين، اصلا هم عارفين ومقررين انهم يكملون. احنا منو نبي نكلم؟ احنا نبي نكلم الام اللي عندها ولد مدخن، نكلم الزوجه اللي عندها زوج مدخن وتبي تساعده بدون حتى ما يشعر على احساس انه هو يقول انا ابي اقطع التدخين. نعم. طيب شنو هي اسباب الصعوبه يعني؟ طبعا الصعوبة اللي هي حمضية الدم معروف، وبكل التقارير اللي في العالم ان الانسان اللي عنده دم حمضي بسبب التدخين، بسبب نوعية الأغذية اللي ياخذها، لا يمكن يقدر يبطل التدخين، لانه يكون عنده المادة الكيميائية العظيمة اللي بالمخ السيروتونين منخفضة. نعم. عملوا يعني تحاليل ودراسات على أكثر من 7000 مدخن. نعم. لقوا عندهم الفوليك أسيد منخفض، اللي السيروتونين منخفض. طبعا الفوليك أسيد من المواد اللي تصنع منها هذه المادة الكيميائية العظيمة اللي هي السيروتونين. نعم. طبعا النيكوتين يمكن هو السيجارة تحتوي على أكثر من مادة، ما هي بس النيكوتين. صحيح. القطران، البنزوبرين، بس مو النيكوتين هو اللي يسبب النيكوتين والغطران. يمكن النيكوتين هو المشكله. نعم. اللي اثر على المراكز بالمخ. نعم. اللي هي تطلب المخ، انا ابي سيجاره. نعم. انا ابي ادخن. فاحنا ما نبي نتكلم عن السرطانات اللي ممكن يسببها، من الفم للحنجره للمريء للرئة للبنكرياس والكبد للكلى الى مضار الكبد للاوعيه الدمويه واللثه. سرطان الرحم عند المراه المدخنه، تقليل هرمون الذكوره عند الرجل، تقليل هرمون الذكورة عند المرأة. فإذا احنا نقول حق الأم، إذا عندك ولد مدخن، زوجة عند الزوج مدخن، شنو الطريقة اللي أنت تسوينها بالبيت بدون ما يشعر؟ رفعي القلوية عنده في الدم، حاولي انك انت تدخلين الاغذيه اللي تساعده. طبعا من اكثر الاغذيه في الهند المدمنين على التدخين او المدمنين حتى على الهيروين والمواد المخدرات، طبعا هناك يعالجونهم في ماده عظيمه اللي هي الشوفان. الشوفان ماده علاجيه يعني يعني حتى انا احس ان اكثر منها ماده غذائيه. نعم. لاحتوائها على كم هائل، يعني انها تصنع السيروتونين داخل الجهاز العصبي، فتقدر تطبخه تحطه مع الاكل، تحطه مع السلطه، تحطه مع الروب، تحطه باي طريقه مع نظام الغذائي حق الزوج حق الولد. نعم. هذا راح يساعده لانه يرفع السيروتونين عنده. تقليل الام اللي تطبخ في البيت، الزوجه اللي تطبخ في البيت، تحاول انها تقلل قد ما تقدر من اللحوم وتستعيض عنها بالسمك، بالربيان، ممكن في لحم الديك الرومي، الدجاج، هذا كله ايضا اللحوم البيضة. انا عندي احسن من اللحوم الحمراء يساعد. نعم. عندنا الخضروات، كم هائل من الخضروات تساعد على قلوية الدم. السلطة حطي طماط شوية، خيار شوية، كثري النعناع. النعناع مادة غنية تساعد على تحفز، يعني تعطي الإنسان دافع إنه هو ما يكون عنده رغبة في التدخين. اليزر، عصير اليزر مع البرتقال تحط لهم بشكل يومي، تعطيهم اياه. نعم. عندنا اللي هو الاشياء الطازجه لازم تكون طازجه وتدخلها ضمن النظام الغذائي. عندنا الغذاء البطل اللي هو الحبوب المستنبته، عندنا بذور الألفة، عندنا بذور الحلبه، بذور الماش المستنبته، تحطها مع السلطه بدون ما هم يحسون فيها، يعني كم فيها كم وافر عالي جدا.
من الأنزيمات والفيتامينات والمعادن وتعطي قلوية هائلة للدم. الكرفس تدخل ضمن النظام الغذائي من الأشياء اللي هي تكره الواحد مثلا بالتدخين وتساعد اللي هو معدن السيلينيوم. أيضا أقول حق الزوجة أو الأم كل يوم ضروري علشان أيضا حتى دفع المواد الضارة اللي تكونت داخل الخلايا اللي هو كل يوم تحط بالفرن ثوم وبصلة بالفرن إيش معنى؟ تغطيها بالفرن احنا ما نبي نطبخها ولا نبي كذا نبي نحافظ على قد ما نقدر على العناصر الغذائية اللي موجودة فيها. نعم. طعمها لذيذ ما فيها طعم ما فيها ريحة. صحيح. وممكن تعصرها مع الوجبة الغذائية اللي هو ياخذها. طبعا عندنا وهو زوجك رايح طالع من البيت ولدك طالع من البيت عطيها العلبة هذه اللي فيها يزر يقعد ياكل فيها طول الطريق. طبعا اليزر يساعد على طرد مادة النيكوتين من الكبد من الرئة من الدم من الخلايا. جدا جدا مهم يعني أنصح في اليزر بشكل قاطع. مادة تشبه النيكوتين ونخدع فيها المخ الجهاز العصبي. خلط الهيل مع المسمار الهيل مع القرنفل ينخلطون مع بعض يتسوون شاي نخدع فيهم الجهاز العصبي ان هذا كأنه تدخين. نعم. تسوون شاي لما تسوين شاي حق ولدك حق زوجك حطي معاه الهيل حطي معاه المسمار بالشاي وعطي وشربي وياهم انتي واعطيهم منه. نعم. خلي يشربون هذا يساعد على تقليل الهيل الحاجة لان الهيل احنا المسمار اللي هو القرنفل. القرنفل. ايه الهيل. ايه. طبعا هناك عندنا اسرع مثل الصاروخ خمس أسابيع زوجك وولدك يكره التدخين إذا قدرتي الماء اللي يشربه تحطين فيه مرة واحدة بس باليوم نص ملعقة من البيكنج صودا نص ملعقة من البيكنج صودا تعطي قلوية عالية للدم. وسبحان الله إلى الآن العلماء يعني دائما إذا راح حتى عند الطبيب في أمريكا أو في ألمانيا يبي يقطع التدخين ينصحونه بالبيكنج صودا خلال خمس أسابيع بس مو أكثر راح يكون تارك أو كاره عملية التدخين. حلو. رفع قلوية الجسم طبعا في عندنا عسل قصب السكر. أقول حق الأم اللي أول ما يقعد زوجك من النوم ولدك الماي الصافي عليه عصرة نص ليمونة هذا يساعد الكبد والكلى ويساعد الدم على طرد المواد هذه. المشي حاولي تمشين معاهم أو أنا أنصح المدخن اللي يبي يقول شلون امش نص ساعة باليوم يساعد على دفع الحويصلات الرئوية لأنها تطرد القطران اللي تراكم في الرئة خلال مدة التدخين. لازم عندنا هني الشمندر. أنا قاعد هني عليه أشوف شنو هالأحمر. هذا الأحمر هذا الشمندر. نعم. وممكن إضافته ممكن تضيفونه على عفوا عصير الجزر مع عصير البرتقال طبعا لذيذ جدا. وبعدين تعطينا اي نعم تعطينا ما شاء الله كم هائل من المواد القلوية. شاي المليسة المخلوط مع النعناع المخلوط مع إكليل الجبل هذا شاي ممكن اللي عنده يقول أنا أبي أقطع التدخين بس مو عارف هذا الشاي لو شربته مرة أو مرتين يوميا قلت حق أهل البيت يسوون لك إياه أنت من نفسك راح تقطع التدخين. طبعا التدخين إحنا يمكن من الأشياء اللي ما ذكرناها بعد يأثر على البشرة مو بس بالنسبه يعني للرجل الرجل المراه خلص يخرب الكولاجين الخلايا يسحب الكولاجين من الجسم ويمنع تصنيعه داخل الجسم. فتشوفين تعرفين الرجال المدخن المراه المدخنه من اصلا حتى المراه اللي تدخن صوتها يكون شويه خشن لانه ياثر على هرمون الانوثه عند المراه. العلماء اشتغلوا على ماده عادية كل يوم الناس تاكلها البرتقال كل يوم يعصرونه وياكلونه. صح. استغربوا العلماء شنو المادة اللي موجودة داخل اللي هي تشتغل على مراكز المخ اللي تقول أنا أبي سيجارة أنا أبي نيكوتين. تشتغل عليها بشكل مباشر لما تحس اللي يبي يقطع التدخين معارف. نعم. أو الأم تفصصين البرتقال أو تعطينها ولدك كأنه فاكهة عادية أو حق زوجك لما تحسين أنه يبي يدخن أو أنت إذا عندك استعداد أو أنت تبي تترك التدخين أخذ برتقالة يومياً عصير برتقال لما تحس أنك تبي تدخن بشكل سريع تعطي إشارة للمخ أنا ما أبي الحين أدخن لو دخنت ما راح أكمل السيجارة. يعني هذا إذا يومياً يعني. نعم
فيها يمكن حمض الستريك يمكن كذا، للحين الدراسات تجرى، شنو السر اللي في البرتقالة اللي عالج يكافح التدخين ويكافح الرغبة في التدخين؟ أنصحكم طبعا الجرجير أيضا من المواد اللي نخدع فيها أيضا الجهاز العصبي. نعم. كثري أقول حق الأم، أقول حق الزوجة، كثري من الجرجير مع السلطة. إذا النعناع كم كبير، الجرجير كم كبير، النعناع كم كبير، الزعتر، الزعتر الورق، الزعتر الشاي دائما دخليه في المعجنات اللي تسوينها. امنعي الاكلات، لازم يكون ورق الزعتر او حتى لو الزعتر العادي، ممكن ورق، ممكن فريش ينحط مع السلطه، وممكن شاي. ممكن شاي. ارجوك انت افتحي النت على الاغذيه الحمضيه وخليها عن اهل بيتك. مخرجنا يعقوب بولند يقول لك اخر نصيحه عشان بنختم. حاضر، على امره ان شاء الله. بس اخر معلومه رجاء، انت افتحي النت عشان ما تضيعين، افتحي النت على الاغذيه الحمضيه، منعيها عن اهل بيتك وكثري لهم من الاغذيه القلويه، راح تتفاجئين انهم خلصوا. اعطيهم المكملات الغذائيه. ضروري مدخن قطع قاعد يدخن، لازم تعويض بالمكملات الغذائية والمعادن، هذا يساعده على الوقاية من السرطان. نعم. الوقاية من السرطان، من الأمراض. نعم. المناعية، وبالتالي يعوضه عن اللي نقص وخسره. نعم. هالفترة هذه. وأشكركم على حسن الاستماع، وحاضر يا مخرجنا الفاضل. حياك الله. طبعا نشكر الدكتورة أمل الأنصاري على هذه النصائح والمعلومات المفيدة. مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه طبعا مسك ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا كويت. نلقاكم باكر بإذن الله، ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج تلفزيون الكويت. مع السلامة.